السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم أبو علاء سندي من قناة مجتمع باكستان. يا هلا ومرحبا. اليوم جينا مكان جميل في جبال مرقلة في العاصمة، مكان جميل جدا، مكان كوفي شوب ما شاء الله تبارك الله. هذه في دي 12، طبعا شوفوا هذه جلسات خارجية، هذه اللي عندكم جلسات خارجية، وكذلك فوق هناك عندكم جلسات فوق كذلك، وفي جلسات الأرضي كذلك في داخل، ويعني حتى في كمان الأعياد اللي بيسوونها هنا، أعياد ميلاد حفلات طبعا بيسوونها عندهم نفس المكان اللي أسفل. هذه الكوفي اسمه دار دراي تقريبا. طبعا نشوف حوالينك ونشوف الجبال المرقلة. الآن نحن في قمة في جبال المرقلة، شوف كلها خضار، والله المكان جميل جدا صراحة، المكان روعة. هذه الجبال مرقلة، بعدين هنا في اليسار شوفوا كله خضار، كله خضار، يا سلام يا جمال المنظر. هذه والله هذه هي باكستان، اللي بيقولوا باكستان عنها هذه هي باكستان، جميلة جدا صراحة. شوف المنظر، منظر مناظر خلابة والله، الأجواء طبيعية وأجواء الشتاء ما شاء الله تبارك الله، يعني المكان جميل جدا، لا يفوتكم. اللي حاب يجي يتمشى إسلام آباد يمر على هذا المكان. انا بيني وبينكم انا اول مره اجي في هذه المنطقه، لكن والله استمتعت في هذا المكان. يجينا مكان الكوفي وانا وزميلي، شفنا المكان هذا، يعني هو جابنا هنا جزاه الله خير. حبيت اني اقول لكم الفيديو عشان تشوفون على الطبيعه، وحتشوفوا على اسلام اباد ايش اللي موجوده ايش اللي ما هي موجوده، راح اعطيكم مناظر عنها واشياء اللي موجوده في اسلام اباد. طبعا هذه مكان اللي قلنا عنكم مكان كوفي شوب، والله المكان جميل جدا، يعني صراحة روعة. طبعا كذلك في نظام البوفيه عندهم، وهذه هي الجلسات. يا سلام شوف منظر جميل جدا صراحة، المكان روعة. حتى تصوير الليل كذلك بيعطيك منظر جميل جدا. طبعا زي ما قلنا هنا مكان الجلسات اللي فوق، وجلسات اسفل، وجلسات الارضية كمان خارجية، وزي ما قلنا كذلك في نظام بوفيه. طبعا هذه هي الجلسات اللي فوق، البوفيه كمان موجود وكوفي، هذه هي الجلسات اللي فوق. هنا مكان المناسبات والأعياد هنا. كذلك هذه في جلسات خارجية ما شاء الله، مكان الزرع يا سلام يعطيك منظر، والله مكان جميل جدا. طبعا هنا أسفل زي ما قلنا لقاعة حفلات أو مناسبات.